ازيكم احلى ناس في العالم. النهارده موضوع الحلقه فعلا جدلي زي ما نرمين قالت، وهو عن البنات. في بعض البنات شايفه ان هي مش عايزه تخلف، وشايفه ان من حقها ان هي تقول كده والناس ما تنتقدهاش، لانه الناس على النقيض التاني بيقولوا ان دي غريزه انسانيه، وانه ما ينفعش البنت تقول كده عشان يعني ربنا ممكن يعاقبها، او ان هي كده حاجه خطر على الانسانيه عشان غريزه البقاء والكلام ده كله. انت ايه رايك راندو؟ ازيك؟ انا منيحه الحمد لله. يعني اكيد امسي كمان على كل مشاهدينا مشاهدي قناه المحور. هذا الموضوع انا كراند بالنسبه لي بحس انه عن جد حرام، لانه كثير في ناس بتمنوا يسمعوا كلمه ماما. وزي ما انت حكيت قبل شوي عمر، عن جد ممكن ربنا ياخذ منهم هاي النعمه، وفي ناس بتدفع الوفات مؤلفه بس عشان تجيب بيبي. سو انا برايي لا، انه احمدوا الله الحمد لله هذا شيء موجود فينا، وهذا ربنا حطه فينا عشان تستمر البشرية. أنت بدك تكوني عكس الطبيعة وعكس الغريزة، أنت حرة إذا حاسة أنه ما عندك مسؤولية أنك تربي، وأنه الأولاد بدهم تصرفي عليهم مش بس مادياً، من صحتك من نفسيتك، بدك تيجي على حالك عشان الاولاد بس، او في اشياء تنازلات جدا عظيمه بدك تعمليها. اذا انت حاسه انه انت مو قادره انك تخلفي، هذا القرار لك، بس ما تحكي انا مش عاوزه اخلف بالضبط، لانه عن جد حرام. خليني اقول كمان لي من ناحيتي، خدت بالكم؟ عشان في واحد هنا مش عايز يتجوز اساسا، يعني هو معناه واحد مش عايز يتجوز. أيوة انا مش جاهز، انا مش جاهز. اي بس لما ان شاء الله ربنا يكرمك وتلاقي البنت الحلال وتبقى جاهز ماديا ومعنويا ونفسيا في الاربعينات، مش عايز تخلف في الاربعينات، ما نفسكش تسمع حد يقول لك كلمه بابا في الثلاثينات؟ لا بس يعني ان شاء الله، يعني لما ربنا يريد يعني هتتجوز وهتخلف. يعني بصي انا رايي صراحه ان هي في الموضوع ده بيبقى يعني حاجه زي يعني مش كل الناس بتتخلق عايزه تخلف، يعني في ناس بتتخلق اللي هو لا مش فارق معاهم البيبي، لا يا عمر بس دي غريزه يا حبيبي اتجوز وكده. لا مش شرط. بصي يا عمر، لا احنا انا هتكلم علينا، انا ما اعرفش احاسسكم انتوا ايه كرجال. انا بالنسبه لي انا كسيده من وانا يعني من وانا صغيره امي وابويا بيجيبوا لي لعب العرايس الحاجات دي، يعني بنلعب بيها وانا اعتبر ان انا مامتها واقعد اغير لها، وفي عرايس نازله اللي هي الجديده اللي هي بتعمل تويلت بتشربها. أيوة. دي غريزه الامومه عند اي بنت، هي نفسها تبقى مامي. وزي يعني ما كنا بنتكلم انا وانت يا رند ان ربنا مش بيتعاند، فما ينفعش اقعد اقول ايه انا مش هخلف على فكره، انا لا، ما هو انتوا ما تقعدوش تقولوا كده عشان ربنا يخليكوا تحملي وتخلفي وتجيبي عيل مريض. بعد الشر طبعا على كل اللي بيشوفونا. هو يعني انتوا كبنات بتلعبوا العرايس، احنا بنلعب مسدسات، انا كنت بلعب بالقطوره مثلا. انت مختلف حبيبي طول عمرك، انت حاجه شاذه. انا متربي بين اربع شباب، والحته دي انا كنت دائما بدي اقلد اخواني، فمش كثير متعلقه بقصه البيبيز وكذا. بناتي عن جد لعمر معين كانوا يحبوا يلعبوا بالعرايس بتقولي عنها، بس انا كرنت بعد بنتين الله يخلي لي اياهم، بناتي كبار 13 14، بس اشوف بيبي بشتاق. ايوه لاشم ريحه البيبي، طعمي اكل البيبي، انا لهلا باكل شيء معين. أيوة من أنا اكل كمان. البيبي لهلا بحب اكله وقد عمري. انا كمان باكل لحد دلوقتي عندي في البيت، وكل ما يخلص بجيب تاني. ايوه انا عشان كده الكرش ده القمح خطير. ايوه لا القمح واللبن احلى. لا القمح بموت في القمح واللبن والعسل الثلاثه مع بعض. انت اصلا بيبي بدك تجيب بيبي يعني. انت بيبي كبير. ازاي البيبي الضخم ده ازاي هيربي بيبي اساسا؟ لا بجد، فيعني خلينا نقول ان انا خليني اقول لكم ان انا شفت على كذا جروب بجد ده اتجاه سائد دلوقتي، بس هما اتجاه سائد بقى من ناحيه تانية. يعني شفت اتنين كاتبين احنا يا جماعه انا متجوزه بقى لي سنتين، انا بفكرش اصلا في الخلفه، بس عشان من الناحيه الماديه بتقول لك انا ماديا دلوقتي انا وجوزي معناش ان احنا نربي بيبي ونخلف. وبعدين خليني اقول حاجه برضو، الخلفه مسؤوليه صح. مش مسؤوليه ماديه بس، لا مسؤوليه ان انت خلاص بقى في شخص في كائن انت وانت مسؤولين عنه، فما ينفعش ان انا اخلف واقول ايه نشوف ربنا يعني ربنا يفرج بعد كده. لكن دول انا احترمهم ان هم عندهم في فيجن او في وجهه نظر او في رؤيه ان هم هيخلفوا، بس بعد شويه لما ربنا الحال يستقر والماديات تتظبط وكده. لكن انا ما خلفش في المطلق
دي بصراحة في أشخاص قطعتك أستاذ عمرو، في أشخاص كمان ما بيحبوا أنهم إيش يخلفوا لكتير أسباب، بيكونوا أنانيين ممكن أنا بدهم إيش حد يشاركهم بحياتهم، يعني حتى على مستوى الديكور خلينا تاع البيت، بتصيري أنت ليفينج روم قبل ما يكون عندك أولاد بيختلف تماما عن بعد ما يصير عندك أولاد. وعسيرة الديكور يا جماعة راح يكون اليوم معنا مهندس الديكور جدا رائعة اسمها لميا صلاح، راح تحكي لنا بما انه احنا بلشنا بفصل الشتاء كيف مثلا ممكن ندفي الليفينج روم، الالوان اللي ممكن تخلي هاي المنطقه للكنكنه، ومش بس الليفينج روم، غرفه النوم كمان وبرضه البلكونه رح نوصلها اليوم بفقراتنا في هو هنا. انا كثير بحب موضوع ديكوريشنز، وانا كل واحد له ستايله وله التاتش بتاعته. بتعرف انا ماليش في الديكوريشن، ماني ماليش في الديكور بتاع، ماليش في الحته، مش بحبها قوي، مش بتاعتي. لا لا عندك ممتع. بيت كمان فتستفيد من هاي الفقره، الفقره دي جدا. طيب هتكون معي، خلينا نروح على الفقره على طول. ما بدي ما بدك اذا معك ما بدي اعمل. لا هنروح على الفقره اللي عندنا فقره مع مين اللي معايا في الفقره بتاعتي؟ رند. انا الفقره الجايه هيبقى معايا ثلاث نماذج. خليني اقول ان احنا الفقره الجايه هيبقى معايا ثلاث نماذج، اللي في نموذجين، نموذج هي مش متجوزتش ومش عايزه تخلف، نموذج هي متجوزه ومنفصله ومعاها ولد اعتقد او بنت، وهي بتقولك انا مش عام، يعني ربنا يخلي لك ابنك او بنتك، بتقولك انا لو يرجع بيا الزمن انا مش عايزه اخلف. معانا نموذج تاني بقى ام يعني ام ست كبيره شويه بتفهمنا بقى، او يعني من امهاتنا بقى احنا اللي هو لا يعني ايه ما تخلفيش ولازم تخلفي، اللي هي الام المصريه بتاعت زمان. انا معاكي في الفقره دي حضرتك بجد. والنبي ما اعرفش، الله اعلم، ما بعرف. لا مش مهم، احنا الفقره طالعه وخلاص. طيب احنا عندنا فقره حلوه جدا هنروح لها دلوقتي، اللي هي هنعرف فيها ايه حكايه البنات اللي مش عايزه تقول ماما. دي تعال نروح الفقره دي بعد الفاصل.